بعد ما بطلت العمال بال170 بسبب انه عدم تلقي رواتبهم كثير تعرضنا لظروف صعبه واوساخ متراكمه جدا. الا كان الاول يعني العمل كان ماشي، كان مجلس المدينه عم يخدم والقطاعات عم تخدم الحي عنا يعني خير تقديم. طبعا يوجد كميه تزيد عن 30,000 متر مكعب من القمامه في هذا المكب فقط، سيتم ترحيلها الى طريق الكاستيلو خلال مده 60 يوم بشكل متواصل ان شاء الله.